يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا يتيمة عشت عند خوالي حياة قاسية، وتزوجت شخص من قبيلة ثانية قبل 35 سنة. ما استلمت من مهلي ريال، أخذوه لهم كامل. وبعد الزواج صرت ألاحظ إنه تصرفاته غريبة، ما ينام زين، وأوقات كثير يقفل على نفسه بالحمام بالساعات ولا يتكلم معي، وساكنين عند أهله، وإذا سألت أمه تقول ما في شيء بس أنت حساسة ولا تشغلين نفسك، وا وا وا. وحملت من ثاني شهر وتصرفاته الغريبة تزيد، لكنه يعاملني باحترام، ولقيت في بيتهم حنان الأسرة اللي ما عمري ذقته. وبعد شهرين دخلت الغرفة لقيته طايح بالأرض ومتشنج، وديناه المستشفى ولا عاد يقدر يمشي. اكتشفت إنه مريض أعصاب، وكانت تجي نوبات ولا قالوا لي قبل الزواج. احترت كثير في حياتي، قررت أفوض أمري لله وتعايشت مع وضعه الجديد بالكرسي المتحرك. مرض نفسيا وزادت حياتي معه صعوبة، صبرت عشان طفلي، ومرت 8 سنوات وكان يجبرني نخلف أطفال. يقول سند لي ولو، وأنا كنت أتعذب من ثقل المسؤولية. صار عندنا 4 أطفال، الله أرشدني إني أرقيه، وبالقوة اقتنع بالرقية، وصرت كل يوم أرقيه ساعة كاملة، وأدهنه زيت مقروء وأغسله بماء مقروء. استمريت سنة كاملة رغم مقاومته، إلا إن الله أعانني. وفي يوم ناداني وهو يرجف ومنهار، يقول أحس مثل النمل يتحرك برجولي، كان فاقد الإحساس فيها تماما. رحنا المستشفى، وبعد فحوصات الطبيب قال الأعصاب رجعت لوضعها الطبيعي ومحتاج علاج طبيعي فقط. والأمل صار كبير إنك ترجع تمشي. ما أنسى الدموع اللي بكيناها سوا من الفرحة. استمريت على الرقية وهو واصل على العلاج الطبيعي، واستعاد كامل صحته خلال 3 شهور. من فضل ربي الحين أنا عايشة مع أجمل وأفضل وأكرم وأحن زوج خلقه الله، وصار لي الأب والأم والإخوان والعزوة، وفتح الله علينا الأرزاق، عايشين بنعيم ورفاهية. سبحان الله، صبرتي ونلتي. القصة الثانية تقول صاحبة القصة: عندي بنتي عمرها 6 سنوات، تحب الأنشطة والفعاليات والاجتماعية، فكرت أسجلها في مركز للأنشطة. رفض أبوها تماما، يقول مصاريف ما لها داعي. بالقوة وافق نسجلها شهر، وبعد الشهر قال بنجدد لها. استغربت وفرحت، ومر 4 شهور وهو جدد تلقائي ورافض يوديها السائق، صار يوديها بنفسه. قالت لي بنتي في يوم إنه أبوي أعطاني كوب قهوة أعطيه لفلانة. فتحت جواله لقيت بينهم محادثات بدايتها كلام يخص بنتي، ثم تطورت وصارت سواليف، وشفتك وشفتيني ومعرفية وعبايتك حلوة وثوبك قماش وراكس ومن هالكلام. ثم اشتكت إنها مصدعة وجب لها كوب قهوة. كل شي ينرفز، لكن باقي علاقتهم بالبداية، وهذا اللي ريحني شوي. قدرت أتصرف، صورت محادثتها ورحت المركز وانتظرت إلى أن وصلها أخوها. رحت له وقلت شوف سواليف أختك مع زوجي، إن ما ربيتها فضحتكم عند الشرطة وعند باب مسجدكم. صرخ بأعلى صوته يناديها من المركز، وسحبها للسيارة ومشى بسرعة. وبالليل رجع زوجي وحالته حالة ونفسيته ضاربة، واضح إنه مضروب ولا قدر ينام، أخذ مسكنات وصاح لظهر اليوم الثاني من شدة النفسية. وبعد ما نام فتحت جواله لقيت في محادثتهم مرسل له بالليل تعال قابلني في الحديقة اللي قدام بيتنا، بطلع اتعشى معك، ومرسل اللوكيشن. عرفت ان المطانيخ هم اللي مرسلين وهم اللي اعطوه درس للحياة. ومن بعدها ما عاد لقيت شي بجواله ابدا، حضرها وحذف كل شي وصار سيدة مع الكل. القصة الثالثة قصة صاحبة القصة: من تزوج أخوي وأنا وزوجته على خلاف دايم، ما نتفق ولا نتصالح، أكرهها وتكرهني. وعرفت نقطة ضعفها، تغار موات على أخوي، صرت أقهرها ببنت جيراننا مطلقة، أمدحها مدح غير طبيعي لأخوي. البنت حلوة لكن الحقيقة زوجته أجمل بكثير، لدرجة صرت ألمح لأخوي يتزوجها ويدلع نفسه، هدفي بس أحرق قلبها بالغيرة. الظاهر إنه حوبتها قوية. فجأة وصلني خبر قلب كياني، زوجي أرسل لي رسالة يلمح لي فيها إنه خطب ويبيني أكون هادية بيجي للبيت نتفاهم. فعلا جاني البيت لابس البشت وفي أزهى مظهر، قال عقدت قراني على فلانة بنت جيراننا، نفس البنت الحين صارت ضرتي وتحرق قلبي على زوجي ليل نهار. بيد يا بنات لا تستهينون بمشاعر أحد. القصة الأخيرة تقول صاحبة القصة:
أخوي كريم وشهم وكلنا نحبه، كان متزوج واحدة شايفة نفسها كثير ولا ترضى تحضر اجتماعاتنا الدورية مع أقاربنا وجيراننا، كل زوجات أولاد العوائل إلا هي، كلمناها كثير ولا في فايدة، تقول ما لي علاقة في جمعات الحمولة الخاصة، دايم يرتفع ضغط أمي بسببها، دايم يرتفع ضغط أمي بسببها، ولا توقفت المشاكل معاها إلا بعد ما طلقها أخوي، ارتاح زوجناه واحدة ثانية اجتماعية وحلوة، لكن الصراحة سوالفها بثرة وأسلوبها يفشل وننحرج منها ولا تحتفظ بالخصوصيات، كلمناها بكل تفاهم إنها تحترم خصوصية بيتها، قالت بالفم المليان ما ناقص إلا تعلموني إيش أقول وإيش أصلح، احمد ربكم صابر عليكم على عيشتكم. أمي زعلانة مرة وإحنا زعلنا، ولا نقدر نفرض أي قرار على أخوي، نخاف لو يطلق مرة ثانية ما عاد يلاقي وحدة عزبة وصغيرة توافق عليه، دايم الطيب ما يلاقي حظه، الله يعوضه بالأفضل. والله كفو على الثانية، هي اللي تربيكم. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الانستغرام.